ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض الفتة على الطريقة المصرية. طبعا الفتة من اسهل واطعم الاكلات، فمكوناتها يعني بتكون بسيطة. فكل اللي احنا محتاجينه لحمة، احنا بنحب اللحمة اللي هي بتاعت الكتف، نعملها في الفتة بتبقى طعمها خطير بصراحة. بس عامة في انواع كتير لحم ممكن انت تحطيها في الفتة، بس دي ده كيلو كده لحمة كتف. وهنحتاج كمان رز وعيش، هنحتاج بصل وثوم وطماطم وصلصة. بصوا بقى في حبة كده توابل يعني في النص، دول هقولكوا عليهم دلوقتي واحنا شغالين يعني في اللحمة وكده، انما دول الاساسيات اللي لازم يكون موجودين في الفتة. فيلا بينا بقى على طول نبتدي عشان اللحمة بتاخد وقت شوية عبال ما تستوي. خلينا يلا على طول نبتدي. احنا بنحب القطع بتاعت اللحمة تكون صغيرة، فالقطع اللي هلاقيها كبيرة هقسمها على اتنين. اللحمة دي بيبقى فيها نسبة من الدهن، احنا مش بناكل الدهن بس هو فعلا بيدي طعم شوية، يعني بيفرق من انه تكون اللحمة حمرا صافي. هسخن مية لحد ما نشوح اللحمة. دول كده شوية توابل هنطعم بيهم اللحمة وهتديها على فكرة نكهة حلوة جدا حتى وهي مسلوقة. اول حاجة هو ورق اللورة، كزبرة، قرفة اللي هي العيدان بلاش المطحونة دلوقتي، وفلفل اسود، حبهان، قرنفل، ومستكة. يلا بينا. في ناس مش بتشوح اللحمة بتسلقها على طول، بس انا بحس بجد الخطوة دي بتفرق جدا. فكل اللي احنا محتاجينه شوية زيت، نشغل النار، ننزل بقى باللحمة. نحط بقى التوابل عشان يتشوحوا مع اللحم. هندي التوابل دي بقى كده تشويحة مع اللحمة، وبعدين هنحط بصل وثوم برضو عشان بيدوا طعم حلو قوي. بما ان هي كده خلاص نص تشويحة، فهضيف بقى عليها الثوم. انا بحب الثوم قوي في الاكل فبزود بقى براحتي، ونحط كمان البصل. كده اللحمه اتشوحت حلو، هنضيف بقى عليها الميه السخنه عشان تتسلق. هنسيب بقى دلوقتي اللحمه تتسلق لحد ما احنا نجهز باقي الحاجات التانية. هزود الميه تاني على الشوربه عشان احنا محتاجين شوربه كتير عشان لسه هنستخدمها في الرز وكده. وهزود كمان حاجه هوريها لكم دلوقتي. اللي هضيفه بقى دلوقتي هو معلقه سكر. ايوه بحط كده في الشوربه معلقه سكر عشان تصفر اللحم. مش هتبان بس هتديكي ان اللحمه نفسها كده ايه، مسكره زي الناس بتاعت زمان كده. كانت الاكل كان بيبقى مسكر، كانوا بيحطوا سكر على فكره. هو يعني ريم بسيط خالص بس برضو هشيله. تعالوا بقى لحد ما اللحمة تتسلق نعمل الرز. كوبايتين رز او حسب بقى يعني هتعملي كمية فتة قد ايه. هنغسل الرز وهنسويه بالطريقة العادية، ومفيش فرق ما بين الرز العادي وما بين رز الفتة غير ان بس هنسقيه بالشوربة مش بالمية. بحب احط مكعب زبده مع الزيت للرز، بحس ان هو بيدي طراوه كده للرز وبيبقى طعمه طري وبيبقى باين فعلا ان هو فارق عن ان انت تعمليه بالزيت العادي. بس عادي ممكن ما تحطيش، استخدمي الزيت بس. نحط الرز معلقه ملح او حسب الكميه طبعا، فلفل اسود، على نار عاليه بقى هنفضل نقلب كده في الرز لحد ما يبقى كله لونه شفاف، ما يكونش فيه ولا رزايه بيضة. نسقيه بقى بالشوربه.
ما يشرب الميه بقى كده هنوطي عليه ونحط تحته الشياط. هنجهز بقى الصلصه، محتاج طماطم الصلصه بتاعت الفته بتحتاج توم كتير، فهحط حوالي 3 او 4 مكعبات توم. ده توم بجيبه وبفرمه بخليه على شكل مكعبات كده، وبسيبه بقى الوقت عوزه زي كده، اطلعه على طول يبقى جاهز. هحط معلقه صغيره كزبره وهنرجع نستخدمها تاني بس في الدقه. هحط كمان معلقه خل، بعدين بقى هنضيف الطماطم. معلقتين صلصة وشوية صلصة سايبة. اللحمة خلاص قربت تستوي، فهضيف لها بقى الملح والفلفل الاسود. تعالوا بقى نعمل طماطم طعمها حلو قوي جنب الفتة. نحتاج طماطم هنقطعها شرايح، وهنحتاج كمان قرن فلفل، او خليهم بقى قرنين، واحد احمر وواحد اخضر. معلقة ثوم، 3 معالق خل، 3 معالق كمون، 5 معالق زيت زيتون، رشة ملح ورشة فلفل. هنسيبهم بقى كده شوية لحد ما يجي معاد الأكل. خلينا كمان نعمل شوية دقة. معلقة زيت، حوالي 5 فصوص ثوم مثلا، دقيقة كده، ونزود كزبرة حوالي معلقة كبيرة، معلقة خل. لما الخل يتشرب هناخد حوالي ربع كوباية شوربة ونضيفها. ريحتها تجنن بجد، التوم مع الكزبرة مع الخل مع الشوربة عاملين ميكس كده جنان. مضفتش بقى ولا ملح ولا فلفل، عشان كده ولا كده الشوربة فيها ملح وفلفل. هسيبها تشرب الشوربة كده شوية وبعدين خلاص. احنا اصلا عايزين القوام بتاعها يبقى صايص كده عشان نعرف نضيفها على الفتة. حوالي دقيقة او دقيقتين بالكتير، مش اكتر. بصوا الخطوة دي مش ضرورية ومش كل الناس بتعملها، يعني عادي اللحمة اصلا هيبقى طعمها حلو بطريقة السلق اللي احنا عملناها دي، بس احنا مبنعرفش ناكل خالص اللحمة مسلوقة، فبديها كده بقى تحميرة اللي هو يدوب مثلا دقيقة او دقيقتين بالكتير، بس بتفرق جدا جدا في الطعم. فانا هطلعها بس عشان تتصفى من الشوربة وبعدين بقى نحمرها سوا. الصلصه تقريبا اتسبكت خلاص، هنضيف لها بقى التوابل. هحط معلقه بابريكا. انا بحط البابريكا مش عشان الطعم قوي قد ما عشان تحافظ لي على اللون الاحمر ده، فهحط معلقه كبيره، معلقه ملح، وربع معلقه فلفل اسود. هسيبها تاخد غلوه وخلاص. نحمر بقى العيش، هنقطعه الاول.
مكعب زبدة، ربع معلقة زيت عشان بس الزبدة متتحرقش، ننزل بالعيش. نفضل نقلب بس عشان العيش ما يتحرقش. العيش اتحمص تمام كده، هطفي النار. بعدين بقى نحط عليه الشوربة. ايه بقى الحاجات اللي احنا محتاجينها عشان نحمر اللحمه؟ وبجد لو مش بتحبوا تاكلوا اللحمه بتاعه الفته جربوها بالطريقه دي وهتحبوها جدا. اول حاجه مكعب زبده، ومثلا كام فص حبهان، كام فص ثوم، شويه فلفل، ممكن قرفه العيدان، وممكن لا كده ولا كده حطيناها على الشوربه، وبصلايه هنقطعها اربعه. وبعدين يلا نحط بقى اللحمه عشان تتحمر. بصوا بقى الحركه اللي احنا هنعملها دي على التقديم، يعني اسلقي اللحمه وقت ما تحبي عادي من بدري وسيبيها في الشوربه، وقبل ما نحمرها طلعيها بس صفيها وبعدين بقى هنحمرها. الزبده ساحت، فهحط دلوقتي كل المكونات دي تاخد تشويحه كده على السريع. هنضيف بقى اللحمه، تعالوا بقى يلا نرص الفتة. بس كده، دي كانت الفتة على الطريقة المصرية او على طريقتي انا تحديدا، يعني لان في ناس بتعملها بطرق مختلفة، فانتوا بقى قولولي تحت في التعليقات لو بتعملوها بطريقة مختلفة عن اللي انا عملته ده، قولولي بتعملوها ازاي.